السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال مهم جدا تذكرناه بوجودنا في الحرم، فيعني المكان ذكرنا بحدث يقع فيه. فبالنسبة للإحرام، الناس يأتون من المغرب ومن مدن ومن دول أخرى، ويعني يعمل أو عمرة ثانية، عمرة الأولى، فلم يعني يقضي يوم أو يومين أو ثلاث أيام أو كذا، فيخرج إلى مسجد أمنا عائشة ويجعله ميقاتا ويدخل بعمرة أخرى، فما حكم الشرع في هذه؟ ونبغى نبغي من الدكتور يعني هل العمرة لها يعني مساء يعني مدة زمنية بين العمرة والعمرة، هل تعتبر بالصدق؟ أسي البشير، طرحت سؤالين، دعني أجيبك عن أولهما بعدك. السؤال الأول يتعلق بالميقات، ميقات بالنسبة لمن أراد أن يعتمر عمرة ثانية. طبعا الأسهل بالنسبة لكثير من الناس يخرج المسجد عائشة تجيب عمرة، يعني تمشي أولا المكان قريب وثانيا المركوب رخيص. لكن الإشكال هنا أن كثير من العلماء قالوا إن هذه العمرة فيها يعني شك في صحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها لأمنا عائشة حيث إنها كانت حائض أثناء الحج ولم تقم بالعمرة، عمرة القدوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك رخص لها بعدما طهرت بعد الحج، وذهب معها أخوها عائشة إلى هذا المكان اللي يسمى المسجد عائشة فقامت بهذه العمرة. فمن كان من كانت لها عذر مثل عائشة فتقوم بهذا العمل. لكن إنسان صحيح ولا ويستطيع أن يذهب إلى الميقات، أقرب ميقات مثلا إلى مكة حوالي 100 كيلومتر الصين الكبير، ساعة 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 من الزمن. فالأفضل إذا أردت أن تهدي عمرة صحيحة سليمة غير مشكوكة لأبيك أو أمك أو ميتك أو يعني شخص من محبك، تهدي له العمرة كاملة صحيحة لما فيها الشك، وهو نضحي بواحد ساعتين المكانة، نضحي بواحد شوية ديال الفلوس، واحد 4000 ريال ديالنا حنا أو حتى 300 درهم ديالنا حنا، وتجيب عمرة صحيحة كاملة بدون أن تعرض هذه العمرة وفيها مجهود وفيها تعب وكذا، وتعرضها للسؤال واش صحيحة ولا غير صحيحة. فهذا هو الأفضل. ولدى الإنسان ديال المسجد عائشة يطلب الله القبول، حنا هذا الأمر ديال الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك.